السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اداه جميله جدا بتحول الاوتوكاد لبايب وضغطات وكونتنت اند تراي. مجرد ان انت تحطهم بس على الجهه المظبوطه هو يبدا يحول العناصر ديت من الاوتوكاد للريفت، وده يوفر وقت كتير جدا، ودي اداه مهمه جدا للناس اللي شغاله في الميكانيكا والكهرباء، ان لو عنده لوحه اوتوكاد بدل ما يعدي عليها واحده واحده لا بيبدا يحدد ويروح يحول له من الاوتوكاد للريفت بالعناصر الموجوده. التولز ديزاين تو كونفرت ذا لاينز انتو بايب داكت كونديت اند كابل تري فروم كاد اكسبورتد لاين اور فروم اوتوديسك ريفت لاينز. فهو يحول لك الخطوط حتى لو كانت خطوط ريفت او خطوط اوتوكاد لعناصر لبايب لضغطات لكونديت اند تري. دي كويسه جدا، توفر لك وقت كتير.